ايه العمل اللي محمد شومان كان نفسه يعمله لحد النهارده؟ سواء بقى فيلم، مسرحيه، عمل نفسك تعمله؟ طيب انا كان نفسي طبعا اعمل اي دور في فيلم زوجة رجل مهم. اي دور؟ اه طبعا. ليه بقى؟ لانه فيلم محترم طبعا. في افلام تانية كتير بس أيوة. انا بس جي على بالي دلوقتي لان هو، او من قبل ما اخش الحقيقه يعني أيوة. لانه فيلم فيه تقريبا معظم الحاجات اللي تشدك كممثل ايوه، وتشدك كبني ادم. كبني ادم يهمه البلد ويهمه اللي حواليه أيوة. ويهمه ان الكلمه تتقال حره. عاطف الطيب طبعا ووحيد حامد طبعا طبعا، يعني احمد زكي طبعا عامل الدور هايل. ليه عاطف الطيب واحمد زكي صنعوا سينما خاصه كده يا ريس؟ اولا الاثنين موهوبين جدا طبعا. ايوه طبعا. زائد ان كان واضح ان كان عندهم زي ما بيقولوا هم كبير. ايوه. وحلم ان هم يساهموا في اصلاح الاوضاع اللي كانت موجوده في البلد، ولا زالت يعني، يمكن بقت اسوأ، لكن على كل الاحوال فناس كانت بتحلم اللي هو زي ما بيقولوا بجد، يعني بجد بلد أيوة. افضل. فبيحاول يشرح الاوضاع السيئه عشان يصحي الناس، وبرضه الناس دي من ضمنها الحكام يعني أيوة. اللي هو ان احنا رايحين لفين يعني، بينور لنا المشاكل كده طبعا. فكانوا بيعملوا حاجه اللي هو طبعا ترجع بقى فيلم اللي هو اول فيلم كنا نعرف بيه عطف الطيب. أيوة. فيلم اللي هو بتاع اللي كان فيه كادر جميل من فوق، ثلاث صحاب وهم عند الهرم وظلال بس، كان مشهد بالليل. ايوه مشهد ليلي والكاميرا واخداهم من فوق، فكان ان هم في ظل الهرم يعني. ايوه اللي هو فيلم سواق اتوبيس. ايوه طبعا. وتعالى بقى واللعب مع الكبار، البريء تقريبا، الكباب البريء. فالاثنين دول وكانوا فنانين بجد، ففنانين طب وعايزين الدور يقولوا كلمة. زوجة رجل مهم فيطلع كنت انت عايز تعمله؟ بص بقى، زوجة رجل مهم كان مثال لان ازاي عايز اقدم الشخصية الفاسدة كبطلة للفيلم، لكن احقق معادلة مع موافقة طبعا النجم، اشكره احمد زكي، ان الناس في الاخر تكرهه مش تحبه. وقيس عليه بقى العكس، مرجان احمد مرجان طبعا الشخصيه البطله اللي هو اللي عملها طبعا الفنان الزعيم الاستاذ عادل امام. ايوه الناس خارجه من الفيلم حباه رغم أيوة. كل البلاوي اللي عملها في الفيلم لغايه في الاخر، انه اشترى يعني رشا أيوة. رشا البلد كلها، حتى حبيبته خطيبها، موضوع كبير قوي. ما انت اللي ساعدته على الشراء والحاجات دي كلها. اوكي انت كنت راجل المهام الصعبه، كل حاجه عندك كانت خلصانه. ما انا كان نفسي ان هو في الاخر الفيلم، بالعكس ده في استعراض كمان في الاخر جميل جدا، هو ومراته والشله وبتاع، هو وحبيب يعني اللي حبها دي واتجوزها يعني. فبالعكس انت خارج من الفيلم حبه رغم ان الشخصيه سيئه جدا. أيوه. والرشه البلد كلها وكل باع، ده مشكله يعني. أيوه. فانت خارج حابب اللعبه بتاعه ان الكل باع ومشترى. ايوه. فسبحان الله زوجة رجل مهم هنلاقي ان الاستاذ احمد زكي لا، انت مع الوقت اثناء الفيلم بتكرهه واحده واحده، بتكرهه واحده واحده لغايه ما في الاخر ما تبقاش طايقه. ودي المعادله الصعبه، وده المطلوب. ايوه. ان حتى لو كان الشخصيه الفاسده هي بطله الفيلم او بطله العمل، يجب لو انت عايز تقول كلمه حقيقيه انك تكرهه.